كانت لنا زيارة لثلث ملاعب. الملعب الأول هو ملعب سيدي موسى اللي هو يعني راه تحت وصاية الاتحادية. نظن أنه يعني دابري القائمين عليه قال لك يعني من على أسبوعين يكون واجد. في ملعب ثاني اللي هو نيلسون مانديلا نظن أنه يعني كان تعاود الملعب هذا من جديد وهو في يعني في وضعية جيدة. ملعب 5 جويلية نفس الشيء بما أنه احتضن الألعاب العربية وعدة منافسات. نظن أنه يعني كذلك نفس الشيء يعني من على أيام قليلة راح يكون يعني في المستوى. أنا الشيء اللي نحب اللي يعني اللي أكدت عليه أنه على المسؤولين على هذه المرافق الرياضية اللي الدولة صرفت عليهم مبالغ كبيرة بزاف لازم يعني الصيانة يعني يوميا. ولهذا يعني كل واحد راح يتحمل مسؤوليته في هذه المنشآت. ولكن يعني بصفة عامة نظن أنه يعني المرافق الرياضية في يعني الحمد لله كنشوفوا يعني وهران قسنطينة ولا حتى عنابة حتى ولو ما راهوش 100%، لكن في الأيام القليلة القادمة راح يكون يعني في كل المنشآت الرياضية في المستوى. هذا اللي راح يسمح للفريق الوطني لكرة القدم ولا للفرق يعني الوطني الفرق تاعنا تاع خاصة تاع كرة القدم اللي عندهم منافسات إفريقية ولا حتى الفرق الأخرى اللي يعني في البطولة الوطنية. ولهذا يعني نزيد نأكد على المدراء والمسؤولين.